رمضان كريم عاد علينا وعلى الجميع. الفرق من رمضان هذا ورمضان العام الماضي مثل ما انك شايف العالم زحمة على الفاضي، فرق الاسعار. نحن نتمنى انه هناك الله يفرج على الجميع، تنزل الاسعار هيك العالم كلها بتحسن تشتري. تحسن موضوع الليره بس الاسعار ما تحسنت. يعني شو الفائده اذا التجار عم يتحكموا بالعالم؟ شو الفائده؟ الانسان اللي حالته بسيطه يعني شلون بده يعيش؟ شلون بده يعيش؟ بيسرق بينا مشان يعيش؟ كأجواء رمضان نحن هي ذاتها، بس اللي اختلف على المواطن السوري هالغلا هالأسعار، ما عاد يقدر يجيب كل شيء. مثلا مثل أنينة العصير غليت، هي أنينة العصير يعني أي حدا بيشتريها لازم يكون عبيها بإيدك، عبيها بإيدك يا جبار. بالنسبة للأيام السابقة للسنوات الماضية كان رمضان غير هيك، كان يجي لعندي الشخص يطلب بدال الأنينة خمسة ويسأل على بدال الأنينة على الخمسة كله وياخذهم معه. هلا عم يسأل عن الوحدة يا اما بياخذها يا اما ما بياخذها. السنة شايفين الاخبار يعني في كتابتهم 60-70%، يعني السنة الماضية كانت حركة البيع اكثر، هلا في المواد الاولية شوي غالية، صار في دخل محدود على العالم. فالغلاء البسيط اللي صاير خلى الناس انه مثلا بدل ما ياخذ كيلين ياخذ كيلو، بدل كيلو نص كيلو، نوع من انواع التشكيل يعني. اما بتعرف كل ما ايده كل حدا عم يمد برصاته على قد رجليه، مثل ما بيقولوا عم يمد برصاتك على قد رجليه. والحليب دمشق هي رقم واحد بكل الكره الارضيه بكل محافظات سوريا. والله كل شيء غالي عنا، رحنا كل شيء غالي والله. كان رخيص يعني، ليش الغلاء ما نعرفانين؟ الرز، السكر، الزيت، السمنة، يعني هذول يعني لازم انه يعني يرخصوا شوي بس يعني.